انا جاي اهدي النفوس برضه. هدي حبيبتي، انا مش بتاعه نفسنا ولا كده. قالوا لنا انا تحديدا انا انت بقول لك مين فيكم اشطر؟ انا ما اقصدش حاجه. لا انت لا بس لو بتتكلم جد عن الشطاره، لو بنتكلم جد بقى بعيد عن نفسنا. لا بتكلم في نفسنا. لا لا بتكلم، لا انا ما بحبش اتكلم في الحاجات دي بجد والله. بتكلم بجد هو فعلا جد. لا يعني في فرق كبير جدا بيني وبين رهام. انا اذكى. ايه ده؟ بصي انا والله لا انا بتكلم بجد بجد. استني بس لغايه كام. لا بتكلم بجد والله. انا موهوبه، انا جوكر، انا بلعب كل الالوان، بمثل كل حاجه، بعمل كوميدي، بعمل تراجيدي، بعمل عرق البلح. لازم تيجوا تشوفوا عرق البلح. انا بعمل مشهد اسمه عرق البلح، الجمهور كله بيعيط يا شيخ. انت ما فيكي شبه من مين؟ انجو. عارفه انجو؟ انجو الممثله اللبنانيه، من اشطر الممثلات اللبنانيات بجد. شفتي لما وصفت قالت ايه؟ قالت من اشطر. حقيقي والله العظيم فيكي منها كتير. بس هي على انت على مصري وهي على لبناني بجد. سؤال بقى مهم بجد. اتفضل. انتي عليك ايه؟ انا مش عارفه هي قالت كده عادي كده. ده بتفكرني بهدى. انا اذكى. انا على حاجه في الحياه. انا لسه ما وصفتش انتوا. يلا الحمد لله. كمان لسه ما وصفتش. لا كملي بقى. لا كده نكمل بقى. طب انت ايه رايك في ريالي؟ هقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. فكرني يا هدى. انا برضه بقول لك كده. حسبي الله ونعم الوكيل. بس ده ما يمنعش برضه ايه ان يوم ما غدا فكرت تمثل كوميدي راحت جايباني. بالظبط. جاي البنج. جاي البنج. جاي باكي اداه عشان هي ما تعرفش تعمل كوميدي لوحدها. الكلام على روح الحب ده انا هسيبها عشان حرام. انا هسيبها عشان حرام. الوقت معاكم حقيقي حقيقي حلو، وانبسطنا قوي بوجودكم معانا، وانبسطنا قوي ان انتم ما نفسنتوش عن بعض خالص. العلاقه جميله وصافيه ورايقه قوي. ميرسي ان انتم نورتونا. نفسنا من الاحد الى الاربعاء الساعة 8:30 مساء على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.